السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله. موضوعنا اليوم هو موضوع السحر المعقود بالأخفاء للربط الشديد عن الزوج أو عن الزواج، فقد يسحرون الإنسان ويربطون عن زوجته بسحر الأخفاء، وهناك سحر كذلك لتمريض الأبدان بالعقد والآلام والأوجاع، وهو سحر الإبر والمسامير. يا أخي، لماذا يسحرون بالأقفال والإبر والمسامير؟ هل هو سحر قوي؟ نعم، إنه سحر قوي لتمريض الأبدان، فكلما غرزوا هذه المسامير والإبر أو المسامير المغروزة في الحائط القديم أو الحائط الترابي أو حائط أي حائط أو في ملابسك، فإن هناك عقد وآلام وأوجاع في جسدك. وكلما سحروك بالأقفال على الصور، أكثر الأقفال، مثلا هناك من يضع 4 أقفال على الصور، أو هناك من لتعطيل الرزق والعمل ووقف الحال، ويكتبون على الصور ووقف الحال تعطيل الرزق إلى غير ذلك بالتعويذات والتوكيل من السحر. وهناك من يكتبون على الصور كذلك، يكتبون عليه ربط عن الزواج، عدم الزواج، كره الزوجة إلى غير ذلك، ويربطون بالأقفال على العورات، أو يضعون أقفالا على الفم إلى غير ذلك، أو يضعون أقفال على الذكاء لتعطيل الذكاء أو غير ذلك، والله المستعان. ولكن موضوعنا أكثر سوف نركز على سحر الأقفال للربط الشديد عن الزوج والزواج، أو سحر الإبر والمسامير لتمريض الأبدان، والله المستعان. كيف سنبطل هذا السحر القوي بإذن الله؟ السحر القوي بإذن الله تبارك وتعالى ستبطلونه بالطريقة التالية. هذا السحر المغروز بالإبر والمسامير وبالأقفال، سوف تقرأ بإذن الله تبارك وتعالى سورة البقرة، لأن فيها أخذ وبركة، ولأنها هي التي ستقضي على هذا السحر القوي العظيم، تداوم عليها إن شاء الله. سواء تأثرت من هذا الجن أو لم تتأثر، إنما عليك أن تقرأها لتتحصن، وكي تذهب هذه العقد شيئا فشيئا أو تضعف. ولبس إن شاء الله بعد قراءة سورة البقرة، وعلى الأقل تقرأ آية الكرسي 20 دقيقة، تقول: اللهم احل العقد سحر الأقفال، اللهم احل عقد سحر الأقفال للربط الشديد ووقف الحال، أو تقول كذلك: اللهم احل عقد سحر الإبر والمسامير للتمريض والآلام والأوجاع. تقول هذا الدعاء بإذن الله تبارك وتعالى، في كل دعاء فيهم تقرأه 10 دقائق 10، لكي تبطل هذه العقد التي تؤثر على جسدك، سحر الأقفال والإبر والمسامير. فإذا بإذن الله تبارك وتعالى قلت هذا الدعاء 20 دقيقة الأول والثاني، وشعرت بالآلام في كتفك الأيسر أو الكتف الأيمن، أو شعرت بالآلام في صدرك، أو شعرت بالآلام متفرقة بين الأكتاف وأسفل الظهر، فعليك أن تركز في هذا المكان. مثلا تضع يدك على صدرك إذا شعرت بالضيق في ذلك، تقول: بسم الله، اللهم احل عقد سحر الأقفال والإبر والمسامير في هذا المكان، اللهم احل عقد سحر الأقفال والإبر والمسامير في هذا المكان، بسم الله أرقي نفسي، اللهم احل عقد سحر الأقفال والإبر والمسامير في هذا المكان. وهكذا سترقي نفسك، وأنت 10 دقائق وأنت تكرر هذا الدعاء. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.